حفل زفاف بتكلفة 2,000,000 دولار بين شاب مصري وابنة أحد أثرى أثرياء العالم داخل مزرعة بقيمة 16,000,000 دولار. لا تتفاجأ، فهذه أرقام طبيعية لأن والد العروس هو الملياردير الأمريكي بيل غيتس. أما العريس فهو شاب مصري حصد لقب فارس لاحترافه رياضة الأمراء والأغنياء. هذا الحفل الفاخر حضره نحو 300 شخص في ولاية نيويورك الأمريكية، وأقيم في مزرعة خيول عملاقة تملكها عائلة غيتس بعد أن تم عقد القران في احتفال إسلامي خاص. أسابيع من التحضير لحفل إشهار زواج الفارس المصري نايل نصار بجينيفر غيتس. فمن هو زوج ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس؟ نايل نصار شاب مصري يبلغ من العمر 30 عاماً، ولد في الولايات المتحدة لعائلة من أصحاب الملايين، وترعرع في الكويت حيث تملك عائلته شركة هندسة معمارية وتصميم. اشترى له والداه أول حصان وهو في عمر العاشرة، ثم أرسلاه إلى أوروبا لتطوير مهاراته في قفز الحواجز بالخيل. اشتهر نصار بتمثيل مصر في بطولات الرياضة الفروسية، ومنها أولمبياد طوكيو الأخير، فاز ب36 بطولة. شاركته جينيفر غيتس حب الفروسية، إذ تمارس هذه الرياضة من أجل المتعة، بينما يتنافس هو على مستوى احترافي ويشارك في البطولات. كما يمتلك شركة لاستبلات الخيول أسسها عام 2014. التقى نصار ابنة الملياردير الأمريكي في أحد عروض الفروسية، وأعلنا ارتباطهما رسمياً عام 2020، ليكللا علاقتهما بزفاف كلف 2,000,000 دولار من التحضيرات والتجهيزات الفاخرة.